غادي نبقاو دائما في الموضوع ديال البنك الفوزيه والمشاكل اللي عند الزبناء مع البنوك. للاسف كيف تنقول ان ما حد البنك المغربي مازال ما اتخذش تدابير صارمه يعني بجديه، والحكومه تخص تاخذ تدابير في حق بعض البنوك اللي كيخرقوا القانون بل كيتجاهلوا الحقوق ديال المواطنين ديال الزبناء. فغادي نرجع للموضوع ديال القرض. المعلومه ديال اليوم كتعلق بالقروض خاصه بالنسبه لبعض الزبناء اللي تيصعب عليهم لسبب من الاسباب ما قدرش يخلص طريطه، خدا واحد القرض ديال الاستهلاك على 5 سنين او 4 سنين، خدا 50000 درهم، خلص عام، جا واحد الوقت ما بقاش خدام. اولا اللي ما بقاش خدام تنقول له عندك الامكانيه باش تطلب من رئيس المحكمه باش يوقف هذا القرض لمده سنه واحده قابله للتجديد، يعني سنتين ما غتبقاش تخلص الطريطه حتى توقف على رجليك حتى تخدم، ولكن الاجل الاقصى هو سنتين. الرئيس المحكمه تعطي هذا الامر هذا وكتبلغوا للبنكه والبنكه ما كتبقاش تسرط عليك. ارنا اللي ما كيبقاوش يخلصوا وما كيديروش مثلا هذا الاجراء، ومن بعد 3 شهور او 4 شهور او 5 شهور كيسهل عليهم الله كيبداو يخدموا، وملي كيبداو يخدموا كيبغيو يبداو يخلصوا كيمشيو عند البنكه كيقول لهم خلصوا الله يجازيكم بغينا نخلصوا، تيقولوا لا بغيتي تخلص خاصك تأدي كذا وكذا. شحال كيلقى راسو غادي يخلص؟ تيلقى راسو غادي يخلص كان خلص عام وست شهور ما خلصهاش ديال الطريطه، من بعد ما خلص عام تيجيو تيقولوا شحال كيسال، كيقولوا كان سالوك 77000. كيفاش 77000؟ انا خديت 50000 درهم وخلصت عام وست شهور اللي ما خلصتش كي توصلت لها 7، هادشي اللي كاين ولا الملف ديالك كنصيفطو. اذا تنقول لهاد الناس هادو بمجرد ما توقع لك مشكل بحال هكا سير تلتجأ للمحامي، والمحامي ملي غيرجع القانون 31/08 غادي يلقى يمحص في هذا القانون، غيلقى بانه هناك خرق لمقتضيات هذا القانون وضرب عرض الحائط بحقوق الزبون، وكي الزبون مسكين ما عارفش جاهل الحقوق ديالو وكيلقى راسو مضطر باش يعطي هذيك 77000 درهم يخلصها كامله وما تيناقش، اولا كيبقاو يديروا عليه شي ضغوطات كيكون في دارو حتى كتجي شي رساله. وتنقول بعدا للزبناء ملي تجيك رساله تلقاها غير حطوها تحت الدار وما سنيتيش عليها راه غير قانونيه وما تخلعكش، مع من ما كانت جايه ما حدك ما سنيتيش على التوصل، ولكن الا جاتك شي حاجه فيها الاشعار التوصل خصك تسني عليها، سني عليها وقع عليها وخذها ما تعطيهاش للدار. ولكن الرسائل اللي كتلقى تحت باب الدار ولا في ديك العلبه اللي كاينه في البريد في باب العماره ولا شي واحد عطاها لك العساس هاي راه جابها لك شي واحد، هادو كلهم راه التبليغ ديالهم غير قانوني مع من ما كانوا جايين. اذا اول اجراء ديالو الله يجازيكم بخير سير عند المحامي، واخا تخسر مع المحامي تعطيه فلوس الاتعاب، واخا تكون تخسر ما تجيب فلوس، ولكن اللهم ما تخسر فلوس وتاخذ حقك، ولا ما تخسرش هذوك فلوس وتخلص بزاف وانت غير ملزم باش تدي داك الشيء خاصك تخلص. نعم شكرا دكتور، اذا معلومه مهمه دكتور.